أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع. فالقرآن قل الشيء إلا وذكره فيما يتعلق بهذه القضايا، لقضايا الدعاوى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأحل الله البيع وحرم الربا، لأنه هو الذي يملك هذا الحق. وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نبدأ هذه السورة أحبة الكرام بقول الله عز وجل في الآية الأولى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. قوله يا أيها الناس، هذه السورة افتتحت بهذه الافتتاحية لبيان أن المعاني التي فيها تتضمن جميع الناس ويؤمر بها كل الخلق، وليست خاصة بأحد دون أحد. ففيها الوصية بتقوى الله لجميع الخلق، وفيها الأمر برحمة الضعفاء لجميع الخلق وغير ذلك. ولم يفتتح في القرآن سورة بيا أيها الناس إلا سورة النساء وسورة الحج، وهذه في نصف القرآن الأول وتلك في نصف القرآن الثاني، وهذه في بداية الخلق وتلك في بداية الآخرة. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. ثم قال: اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وهي نفس آدم عليه السلام. فجميع البشر مخلوقون من آدم، حتى حواء. قال جل وعلا: وخلق منها زوجها. حواء خلقت من آدم، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها، وإن استمتعت بها استمتعت بها على عوج. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة خلقت من ضلع، أي من أضلاع آدم. وهذا معنى عظيم ولطيف، فهذا الضلع ينضم إلى الإنسان، والإنسان أيضا يحتويه، فبينهما من اللحمة والرحمة ما يستشف من هذا المعنى الجميل. قال: وخلق منها. هذا قال منها ليؤكد حق أحدهما على الآخر وليحننه على صاحبه. وقال زوجها ولم يقل امرأة، ليبين أن بينهما من التزاوج والتشاكل والتناسب ما يدفع إلى أن يرحم أحدهما الآخر ويحفظ أحدهما حق الآخر. قال الله جل وعلا: وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. قال العلماء: قدم الرجال لكونهم هم المطالبون بأن يؤدوا هذه الحقوق بشكل أكبر، وقدمهم أيضا لأنهم أكمل ولأن لهم القوامة، ووصف بالكثرة لبيان أن الكثرة نعمة، كثرة الرجال نعمة، فإذا كثرت النساء صار فيه من البلاء ما الله به عليم. ولذلك في آخر الزمان يكون للرجل أو يكون للخمسين امرأة قيم واحد، وهذا من علامات فساد الزمان وقرب نهاية العالم. قال: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. في الأمر الأول لما كان أمرا لجميع الناس قال: اتقوا ربكم، اتقوا ربكم الذي رباكم وأنعم عليكم، فذكر بالربوبية. وفي الأمر الثاني لما كان فيه أوامر خاصة وفيها تعبد لله عز وجل ذكر بالألوهية. والربوبية فيها تحبب، والألوهية فيها تخويف للناس ألا يدعوا أوامر الله سبحانه وتعالى، وأن يحذروا من أن يخالفوا أمره جل وعلا. قال: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. تساءلون به يعني يسأل بعضكم بعضا به، فيقولون: نسألك بالله،
فأنتم تعظمون الله. إذن اتقوه، اتقوه في كل شيء حتى في حقوق هؤلاء الضعفاء. والأرحام أي واتقوا الأرحام أن تقطعوها، وهذا على قراءتنا التي هي قراءة النصب والأرحام. وأما القراءة الثانية وهي قراءة حمزة، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي وتتساءلون بالأرحام، فإنه من عادة العرب أن يقولوا نسألك بالله وبالرحم، فيسألون بالرحم لشدة تعظيمهم حقها أو لمعرفتهم بعظم حقها عند الله، ولكنهم مع ذلك كانوا يفرطون فيها، فيأكلون أموال النساء ويأكلون أموال اليتامى ظلما وعدوانا. قال الله عز وجل إن الله كان عليكم رقيبا، هذا تخويف من الله عز وجل لمن سولت له نفسه أن يأكل أموال الأيتام وألا يفي للضعفاء بحقوقهم. ثم بدأ الله عز وجل بالضعيف الأول وهو اليتيم، فقال وآتوا اليتامى أموالهم، ونسبها إليهم ليبين أنها ملك لهم وليس للأولياء منها شيء، إنما حقهم فيها هو أن يتولوها بصدق وأن يقوموا فيها بأمانة. قال ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، لا تتبدلوا الخبيث، تستبدلوا الخبيث من أموالكم بالطيب من أموالهم. فإذا كان عندك شاة مهزولة وعند اليتيم الذي أنت وليه شاة طيبة، ما تبدل هذه بهذه، فصار الذي عندك خبيث والذي عنده طيب. أو يكون العكس، لا تستبدلوا الخبيث من أموالهم، لأن أموالهم بالنسبة لك خبيثة لا يحل لك منها شيء، بالطيب الذي أباحه الله لك وأحله لك ورزقك إياه من مال الله الذي يرزقه عباده. قال الله عز وجل ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني لا تأكلوا أموالهم مضمومة إلى أموالكم، وهذا فيه تشنيع، حيث أن الله رزقكم أموالا ومع ذلك أبيتم أن تقتصروا على هذه الأموال، ثم اعتديتم على أموال اليتامى فضممتموها إلى أموالكم. ولا تأكلوا أموالهم مضمومة إلى أموالكم، فإلى هنا دلت على التضمين المعروف في لغة العرب، وهو أن معنى تأكلوا لا تأكلوا ضامين أموالهم إلى أموالكم، إنه كان حوبا كبيرا، أي إثما عظيما. وهذا يدل على أن الآثام نوعان، هناك آثام عظيمة وهي الكبائر أو السبع الموبقات والكبائر، وهناك ما هو دونها، وقد دلت هذه السورة على ذلك كما سيأتينا، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. قال الله عز وجل وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، تأملوا معي يا إخواني، إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. كثير من الناس لا يدري إيش صلة الخوف من القسط باليتامى بالأمر بالزواج باثنتين وثلاث وأربع، لكن لو قرأنا سبب النزول عرفنا القصة. اسمعوا ماذا قالت عائشة عن عروة بن الزبير أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن قول الله عز وجل وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، قالت يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تشركه في ماله ويعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقصد في صداقها. تأملوا، عنده يتيمة، ابنة عمه يتيمة عنده أو ابنة خاله يتيمة عنده، فيعجبه مالها وجمالها فيريد أن يتزوجها، لكنه لا يرغب في أن يعطيها كما يعطي المرأة البعيدة عنه، لأنه هو وليها. فإذا كانت المرأة البعيدة تعطى أربعين ألفا، فهو يعطيها مثلا عشرين ألفا، يقول أنا مربيها وأمون عليها. لا، إن خفت ألا تقسط في اليتامى يا أخي أبعد عن هذه اليتيمة وتزوج من سائر النساء مثنى وثلاث ورباع.
هذا هو معنى الآية. قال: فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا عن أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن في الصداق، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال الله عز وجل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. ما طاب فيه الدلالة على أن الإنسان إذا أراد أن يتزوج عليه أن يتزوج بالطيب خلقا وخلقا، ويحرص على البحث عن ذلك. ولذلك أمر الإنسان أن ينظر إلى المرأة التي يريد أن ينكحها لأجل أن تعجبه فتطيب نفسه بها ويرتاح إليها. من النساء مثنى وثلاث ورباع، أي اثنتين اثنتين أو ثلاثا ثلاثا أو أربعا أربعا، ولا يحل للإنسان بإجماع المسلمين على أن يزيد على أربع. قال الله عز وجل: فإن خفتم ألا تعدلوا، خشيتم ألا تعدلوا لكون مالكم مثلا قليلا أو لكون عاطفتكم شديدة تخشون من الجور أو لكونكم ضعفاء في أبدانكم أو نحو ذلك من الأسباب التي توقع الإنسان في عدم العدل، فواحدة، يعني اقتصروا على واحدة، أو ما ملكت أيمانكم، أي عليكم بملك اليمين. وملك اليمين يعني الأمة التي يملكها الإنسان ولا يشاركه أحد فيها، لأن الأمة متى ما كانت مشتركة بين اثنين أو كانت لغيرك فلا يحل لك أن تتسرى بها. قال الله عز وجل: ذلك أدنى ألا تعولوا. أدنى بمعنى أقرب، ذلك أقرب إذا اقتصرتم على الواحدة أو تسريتم بملك اليمين، أقرب إلى ألا تجوروا ولا تظلموا، وهذه مسألة ينبغي لنا أن ننتبه لها. وروي عن الشافعي أنه قال: ذلك أدنى ألا تعولوا، أي ألا يكثر عيالكم. وهذا ضعيف. لماذا؟ لأنه لو كان المراد عدم كثرة العيال لم يرشد إلى ملك اليمين، لأنه قال: أو ما ملكت أيمانكم من دون عدد. لو كان عندك 1000 أمة لك أن تتسرى بها، فلو تسريت بالألف وجئنا بألف إنسان صار كثرة العيال موجودة، فما صار آخر الآية يتناسب مع أولها. ولذلك أدنى ألا تعولوا، أي ألا تجوروا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. الآن جاء بعد أن ذكر حق اليتامى عرج بعده على النكاح من سائر النساء، ثم ذكر حق النساء في الصدقة. قال: آتوا النساء صدقاتهن، أي مهورهن. وسمي الصداق صداقا لأن الرجل يعبر عن صدقه في طلب المرأة، فسمي صداقا لأجل ذلك. وقد جاء اسمه في القرآن، سيأتينا في هذه السورة، صداق ونحلة وطول وأجر، 4 أسماء جاءت في القرآن للمهور. قال الله عز وجل: نحلة، أي عن طيب نفس. فينبغي لك إذا دفعت المهر للمرأة أن تدفعه بطيب نفس، وهذا يقتضي ألا تؤذيها في تسليمها له، تسليمها إياه، فتعطيها إياه بصدق وبطيب نفس، لأنه حق لها من عند الله عز وجل. وألا تمن عليها بعد أن تعطيها، الآن دفعت عليك 50,000 40,000 100,000 وتبدأ كل يوم تسمعها هذا الموال، هذا ما يليق بك ويخالف قوله: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. قال: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا. هذا يدل على أنه لا يحل للإنسان من مهر امرأته الذي دفعه لها إلا ما طابت نفسها به، فإذا طابت نفسها بشيء حل لك، وإلا فهو حرام عليك. فبعض الناس عنده المهر المؤخر، يعني يقدم بعض المهر ويكون بعضه مؤجلا، فهو يحرص على أن يعني يضايق المرأة ويضغط عليها من أجل أن تلغي هذا المؤخر وأن تسقطه عنه. نقول: لا، لا يسقط عنك إلا إذا كان من المرأة بطيب نفس منها.
وأموال الناس عموما لا تحل لنا إلا بطيب نفس. قال الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. قال: فكلوه هنيئا مريئا، يعني إذا طابت أنفسهن بشيء من المال فكلوه أنتم هنيئا مريئا. معنى هنيئا أي حين الأكل، ومريئا أي في عاقبته، فإنه لن يضركم منه شيء بإذن الله عز وجل. قال الله عز وجل: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، أي لا تعطوا السفيه المال. وأموالكم هنا هي أموال السفهاء، لكن نسبها إلى الأولياء لأنهم هم الذين يتصرفون فيها، فقال: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. ولا يمنع أيضا أن يكون المعنى: لا تؤتوا السفيه أموالكم أنتم، لأن السفهاء لا يحسنون التصرف فيها فيبذرونها ويضعونها في غير مواضعها. ولذلك قال كثير من السلف إن السفهاء المقصود به هنا النساء، لأن المرأة في الغالب لا تحسن التصرف في المال، تحسن تدبير البيت وتربية الأولاد، لكن لم يخلقها الله عز وجل لكي تتصرف في المال، ولذلك مضع المال بيدها في الغالب يؤول إلى التلف والفساد. وليس هذا لكل النساء، ولكنه موجود في كثير من النساء، وهذا معروف بالتجربة والواقع. قال: ولا تؤتوا السفهاء. السفيه هو من لا يحسن التصرف في المال، أو من لا يحسن التصرف أصلا، وهو نوعان: سفيه لصغره، وسفيه لضعف عقله، ومنه المعتوه والمجنون والمجنون وغيرهما. هؤلاء السفهاء يجب الحجر عليهم، وهذا الحجر لحظ أنفسهم، يعني من أجل أن نحفظ أموالهم. وهناك حجر لحظ الغير، وهو أن الإنسان إذا غلبت ديونه موجوداته وممتلكاته، فعند ذلك نحجر عليه من أجل أن نحفظ حقوق الناس، فلا يتصرف في ماله تصرفا يضر بغرمائه. قال الله عز وجل: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. هذا فيه فضل يا إخواني المال، وأن الله عز وجل قد جعل فيه خيرا للناس، وهو أنه تقوم به حوائجهم، ويقيمون به أمورهم ودنياهم، ويستغنون به عن الناس. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح، ليش؟ للرجل الصالح. وهذا يدل على أن الإنسان ينبغي له أن يكتسب المال من حله، وأن لا يضعه إلا في محله، وأن يكون رشيدا في التصرف في المال، فلا يبذره ولا يسله فيه. قال الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، إنه لا يحب المسرفين، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وكان الشيطان لربه كفورا. وارزقوهم فيها، يا سلام، هذه من دلالات القرآن الجميلة، ارزقوهم فيها، ما قال ارزقوهم منها. لماذا؟ ليبين أن على الأولياء أن يتجروا بهذه الأموال، فيكون الرزق في هذه الأموال لا منها، لأنه لو كان الرزق منها لنقصت حتى تفنى. فإذا كان عندك مال لسفيه أو يتيم أو ضعيف أو مجنون، فينبغي لك أن تتجر به في المواطن الآمنة حتى تعطيه من ريع ذلك المال، فلا ينفد عليه ولا يحتاج إلى آخرين. ولذلك قال: فارزقوهم فيها. سيأتينا بعد قليل: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم، إيش؟ منه. إذا جئنا لنقسم مال الميت فإن الورثة يأخذون حقهم، أليس كذلك؟ إذا حضر معهم يتيم أو حضر معهم مسكين أو فقير فإننا نعطيه من هذا المال، هذا العطاء ينقص من المال، فنعطيه مثلا، عندنا الآن سنقسم 5 ملايين ريال، نعطيه 2000، 3000، 4000 من المال، من المال الذي هو 5 ملايين. لاحظتم يا إخواني؟ هذا هو الفرق بين وارزقوهم فيها وارزقوهم منه. فارزقوهم منه. قال: واكسوهم
وقولوا لهم قولا معروفا. هم سيطالبون بأموالهم، يقول أعطونا فلوسنا نريد مالنا. فيقال لهم إن شاء الله بتأخذون هذا المال إذا كثر إن شاء الله، وصرتم قادرين وتزوجتم، وكلمات طيبة حتى لا يجد في نفسه حرجا وضيقا. وأيضا هذا فيه بيان أهمية القول المعروف، وسيأتينا يا إخواني أن عملية اللسان هذه هي أعظم عملية تدار بها المعاملات مع الناس، أعظم عملية تدار بها المعاملات مع الناس القول المعروف. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. سيأتينا بعد قليل عدد من الآيات تدل على القول المعروف والقول السديد وغير ذلك. قال وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. لما ذكر أن أموال السفهاء تحفظ بيّن متى تسلم لهم، فقال لا يسلم المال لليتيم إلا بشرطين. الأول إذا بلغوا النكاح، يعني بلغوا السن الذي يصلحون فيه للنكاح وهو سن البلوغ، أي نعم، وهو أن يبلغ 15 أو أن ينبت أو أن ينزل، والمرأة إذا حاضت، إذا بلغوا النكاح. الشرط الثاني إن آنستم منهم رشدا، علمتم منهم رشدا في التصرف في أموالهم. كيف نأنس منهم رشد؟ نختبره، فيأتي الولي ويقول يا محمد هذه 20 ريال رح تقض لنا فيها. فإذا اشترى الشيء الرخيص بثمن غالي عرفنا أنه لم يحسن التصرف، وإذا اشترى الشيء بثمنه جربناه في مال أكثر، فإن اشترى كذلك وعرف كيف يماكس كيف يأخذ السلعة ويشتري الطيب دون الخبيث، فعند ذلك هو مستحق لأن يسلم إليه ماله. قال الله عز وجل فادفعوا إليهم أموالهم، ولاحظوا الآيات من أولها إلى الآن وهي تؤكد أن الأموال أموال اليتامى، لا ملك لهم ولا يحق لكم منها شيء، وأن ما أخذتموه منها فهو حرام عليكم بل هو نار في بطونكم. قال ولا تأكلوها إسرافا، أي على وجه الإسراف، لا تأكلوها على وجه التبذير، يعني بدل ما تشتري له ولك يعني طعام غداء ب20 ريال تشتري ب100 ريال تذهب به إلى مطعم فاخر ب200 ريال، لا تأكلوها على وجه الإسراف. ولا تأكلوها أيضا بدارا، يعني مبادرين أن يصلوا إلى سن يرشدون فيه فلا يجدوا مالا، تبادرون في إنهاء المال. بدارا أن يكبروا، أي قبل أن يكبروا. ومن كان غنيا من الأولياء فليستعفف أن يأخذ من أموال اليتامى شيئا أجرة له على حفظ مال اليتيم وعلى الاتجار فيه. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، من كان فقيرا وعنده مال ليتيم فليأكل من هذا المال بالمعروف. إيش معنى بالمعروف؟ يعني يأكل منه بإيش؟ يعني بما تعورف عليه، كم هي أجرة من يعمل على مال يتيم وقدر ذلك المال مثلا كذا وكذا، وهذا يقدره في العادة أهل الخبرة، يقولون الأجرة في هذا كذا وكذا، فلك أن تأخذ هذا المال ولا تزيد عليه. قال فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم لئلا يحتجوا عليكم فيما بعد فيقولوا نحن لم نستلم أو نتسلم منكم أموالنا. وكفى بالله حسيبا، وهذا تهديد لليتيم الذي رشد، وفي الوقت ذاته تهديد للولي أن يخون في هذه الأمانة. قال الله عز وجل مبينا مقدمة في آيات المواريث التي لم يكن العرب يعرفونها، كانوا يقسمون للرجال الأقوياء ويدعون الأطفال الصغار والنساء لأنهم لا يقاتلون ولا يذودون عن العشيرة وليس بيدهم أو عليهم مسؤوليات فيأكلون المال عنهم. فبين الله بهذه الآية أن للنساء حقا في تركة مورثيهم. قال للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون.
هذا ليبين أن هذا من شرع الله وأنه نصيب قد جعله الله لهن، فلا يحل لأحد أن يحرمهن حقهن. قال: وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، إيش؟ مما قل منه أو كثر. يعني ممكن واحد يقول: يا أخي اللي خلف هذا الرجل كلها 10,000، هذه يا الله تكفيني أنا الرجل الكبير اللي أصرف على هؤلاء الناس وأقوم بهم. يقال: مما قل منه أو كثر، أكد على أن لهن حقا في القليل وفي الكثير. والله لو مات عن ريال واحد فإن لهذه المرأة ولهذا اليتيم حقا فيه. قال الله عز وجل: نصيبا مفروضا. نصيبا مفروضا إما معناها مقدرا لا يجوز لأحد أن يتعداه، وإما أن يكون معناها واجبا لا يجوز لأحد أن يقصر فيه. والآية تحتمل المعنيين. قال الله عز وجل: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. إذا حضر القسمة، قسمة التركة، قرابتك أو يتامى، واليتيم هو من مات أبوه قبل أن يبلغ، والمساكين وهم الفقراء. وإذا أطلقت كلمة المساكين في القرآن دلت على الفقير والمسكين، وكذلك إذا أطلق كلمة الفقير في القرآن دلت على الفقير والمسكين. وإذا اجتمع دل أحدهما على معنى والآخر على معنى آخر، فالفقير أشد بؤسا من المسكين. قال: إذا حضر هؤلاء القسمة فارزقوهم منه تطييبا لأنفسهم، يرون أموال تقسم هكذا من دون جهد من أصحابها ولا عناء منهم. ما الحل؟ ينبغي لنا أن ندفع ما يقع في أنفسهم من يسميها العامة عندنا الشفاحة، لأن تتشوف نفوسهم إلى هذا المال ويرغبون وينظرون إلى الناس يقتسمون مالا وليس لهم منه شيء، فيقول الله عز وجل: أعطوهم منه، ارضخوا لهم. قال بعض العلماء ومنهم الشيخ السعدي في تفسيره، قالوا: هذه قاعدة في كل من حضر قسمة ليس له فيها شيء أن يعطى منها شيئا تطييبا لنفسه، بل إني أقول حتى مع البهائم يا إخواني. إذا كنت أنت وأولادك تأكلون فجاءت قطة، ينبغي لك ألا تدعها، خذ قطعة من اللحم وارمها لها، فإن هذا يدفع ما في نفسها. وهذه الحيوانات لها أنفس خبيثة، كما أن الناس لهم أنفس خبيثة، فتدرأ هذه النفس الخبيثة بهذه العطية القليلة. قال الله عز وجل: فارزقوهم منه. وقوله أولو القربى يعني القرابة غير الوارثين، بدليل قوله: وإذا حضر القسمة. لما قال القسمة دل على أن هناك من يقسم له وهناك من لا يقسم له، وهم هؤلاء القرابة الذين لا يرثون ولا يقسم لهم. قال: فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. يعني وأنت تقسم لهم تقول: ربي عز وجل يرزقكم، نحضر إن شاء الله مجلس ترزقون فيه خيرا مما رزقنا، فتطيب أنفسهم بهذا الكلام ويشعرون بأن الناس يتلطفون معهم ويتحننون عليهم. قال الله عز وجل: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. ليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا لخافوا عليهم، لو تركوا ذرية ضعافا لخافوا، هذا من حذف اللام في جواب لو، فالمعنى لو تركوا ذرية ضعافا لخافوا عليهم، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. قال بعض العلماء: هذه الآية في الوصية، يعني إذا أراد أحدكم أن يوصي فليتق الله عز وجل في الوصية، فلا يجور فيها يعطي أبناء هذه المرأة أو يوصي لأبناء هذه المرأة ويدع أبناء هذه المرأة، أو يوصي لابنه أو ابنته فلان أو فلانة ويدع فلان أو فلانة. احذر من ذلك، لأن هذا مما يخالف تقوى الله عز وجل والقول السديد،
فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. والقول الثاني وعليه أكثر المفسرين أن من تولى مال يتيم فليتق الله في مال اليتيم كما يحب أن يتقى الله في أيتامه هو إذا مات. تذكر أنه سيكون لك أيتام وضعفاء من بعدك، فماذا تريد أن يصنع بهم؟ ماذا تتوقع أو ماذا ترغب أن يصنع بهم؟ إذا كنت ترغب أن يعدل معهم ويرحموا ويلطف بهم ولا يؤكل شيء من أموالهم، إذن أنت اصنع في أموال اليتامى الذين عندك مثل ما تحب أن يصنع في أيتامك من بعدك. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا، أي فليتقوا الله في أموال اليتامى الذين تولوا أموالهم وليقولوا قولا سديدا. قال الله عز وجل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. هنا ختم الله عز وجل الحديث عن مال اليتيم بالذات بهذا الوعيد الشديد: إن الذين يأكلون، وذكر الأكل دون غيره من أنواع التصرفات لأنه الأغلب، وليس معناه أن من لم يأكل بنى أو اكتسى من مال اليتيم أنه غير داخل في الآية، وإنما ذكر ذلك لأنه هو الأغلب. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، وهذا يدل على أن الأكل من مال اليتيم نوعان: نوع بحق ونوع بظلم. فالذي بحق مثل ما قال الله عز وجل: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. ومثل أن تدخل مال اليتيم في مالك من أجل أن تتجر ومن أجل ألا تكثر النفقة على مال اليتيم وتشتد. فمن أكل مال اليتيم ظلما استحق هذا الوعيد: إنما يأكلون في بطونهم نارا. قال العلماء: نكر كلمة نارا ولم يقل النار، ليدل على التهويل والتعظيم والتفضيع. إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، أي سيجازون بالسعير يوم القيامة. كلمة سيصلون أي يدخلون نار جهنم فيشوون بها، يصلون بها. يصلون تدل على المعنيين: الإدخال والشيء، يعني سيدخلون نار جهنم ويشوون بها سعيرا. وهذه أشد آية في أمر اليتامى، وقد جاء في الحديث: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها أكل مال اليتامى. نسأل الله العافية والسلامة. وصلنا إلى قول الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. بينا في المجلس الأول أن الله بين أن للنساء حقا في الميراث، وكانت تلك هي الآية الإجمالية للدخول في هذه التفاصيل، تفاصيل قسمة المواريث. وهنا بدأ بالتفصيل، وهذا يدلنا على جمال هذا القرآن وعظمته، حيث يذكر الأمر مجملا ثم يأتي به مفصلا لتتهيأ النفوس لقبول تلك التفاصيل. قال الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم. ولاحظوا كيف بدأ بالوصية، يعني هو يوصينا بأولادنا، أي هو أرحم منا بأولادنا. وكونه سبحانه وتعالى يتولى ذلك ليبين لنا أنه رحيم بعباده كلهم، وأن هذه التشريعات منه جل وعلا جاءت على وجه الرحمة، لا يراد منها ظلم أحد ولا بخسه حقه. يوصيكم الله في أولادكم، والأولاد يشمل جميع الأولاد، لكن عندنا ما من عام في القرآن في الغالب إلا وهو مخصوص، يعني قل أن تجد أمرا عاما إلا وهو مخصوص. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، هل هو على كل الناس؟ طبعا عليكم يعني على القادرين ممن يستطيعون الصيام. وهنا يوصيكم الله في أولادكم، يخرج به الولد القاتل ويخرج به الولد الكافر، نسأل الله العافية والسلامة،
ويخرج به الولد الرقيق لأنه لا يملك. إذن ما من عام إلا وهو مخصوص، حتى هذه القاعدة وهي ما من عام إلا وهو مخصوص أيضا مخصوصة بقول الله عز وجل إن الله على كل شيء قدير، فليس هناك شيء يخصصها، وكان الله بكل شيء عليما، لا مخصص لهذا العموم في سعة الله عز وجل. قال الله عز وجل للذكر مثل حظ الأنثيين، أي للابن مثل حظ البنتين، للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن قلت لما لم يقل للذكر نصف حظ الأنثى، وتكون أخف من قوله للذكر مثل حظ الأنثيين، قلنا لأمور، منها أن كونه يقول للذكر مثل حظ الأنثى، الحظ زيادة وفضل والنصف نقص. لو قال للذكر نصف مال الأنثى، لو قال للذكر نصف مال الأنثى فيه نقص، أما مثل حظ ففيه زيادة، لأن البنت كانت في السابق لا تنال شيئا، فجاء الإسلام وأعطاها هذا الحظ العظيم وحفظه لها وقدره أيضا بحيث لا يدع مجالا لأن تنقص منه ولا أيضا أن تزاد عليه. وأيضا هو ابتعاد واحتراس عن ألفاظ مكروهة، لو قال للأنثى نصف الذكر، قال الله عز وجل فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، ذكر الآن نصيب البنتين إذا لم يكن معهما ابن، فقال لهما ولما هو أكثر منهما الثلاث والأربع والست والعشر من البنات الثلثان من مال أبيهما أو من مال أمهما. فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. فإن قلت لما لم يقل فإن كن اثنتين فلهن ثلث ما ترك، قلنا أولا ليبين أن الفرض وهو الثلثان لا يزيد بزيادتين، وثانيا لأن سبب النزول يدل على دخول البنتين، نزلت في ابنتي سعد بن الربيع لما جاء عمهما وأخذ مالهما، فجاءت امرأة سعد تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن عمهما قد أخذ مالهما، فأنزل الله عز وجل هذه الآية فدخلت فيه بنتا سعد، فدل ذلك على أن البنتين داخلتان، على أن البنتين داخلتان. الثالث أن الله ذكر في آخر السورة يستفتون قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين. فإذا كان للأختين الثلثين، فإذا كان للأختين الثلثان فكذلك يكون للبنتين. قال الله عز وجل فلهن ثلث ما ترك، هذا ميراث البنتين وميراث ما فوق البنتين. قال وإن كانت واحدة فلها النصف، أما الواحدة إذا لم يكن معها أخوها وهو الابن لها النصف. قال ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، جاء بعد ذلك إلى ميراث الأبوين فبين أن لكل واحد من الأبوين الأب والأم السدس مما ترك إن كان له ولد. الأم لها السدس إذا وجد الابن ولها السدس إن وجدت البنت، والأب له السدس ليس له غيره إن وجد الابن، وله السدس إذا كان مع البنت ويزيد إذا كان في عصب، إذا لم يكن هناك أحد يعني وفاض في المال شيء رجع إليه لأنه أولى رجل ذكر. إذن ميراث الأبوين مع وجود الأبناء هو السدس لا غير، إلا الأب مع البنت فله السدس، إلا إن زاد شيء فإنه يرثه بالتعصيب زيادة على الفرض. قال الله عز وجل فإن لم يكن له ولد،
أي إن لم يكن للميت ولد، الميت رجل أو امرأة، وورثه أبواه، ففي هذه الحالة لأمه الثلث، فصار ميراث الأم مع عدم وجود الولد إيش؟ الثلث، وصار الأب له إيش؟ الضعفان، بهذه الصورة يكون له الضعفان. وهنا تأتي مسألة العمريتين، وهي أن يموت زوج عن زوجة وأم وأب، فهنا يقول العلماء تأخذ الزوجة حقها وهو الربع، وما تبقى يقسم بين الأب والأم، للأم ثلث الباقي وللأب ما تبقى، فيكون الأب ضعف ما للأم تماما كما حكم القرآن، وكأن الزوجة هذه غير موجودة. وكذلك لو ماتت امرأة عن زوج وأم وأب فللزوج النصف والباقي يقسم كالتالي: للأم ثلث ما تبقى وللأب الباقي، وللأب الباقي. قال الله عز وجل: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. إذن الأم في الأصل لها الثلث، إلا إن وجد ابن أو بنت للمتوفى، أو وجد للمتوفى إخوة أيا كانوا، إخوة أشقاء أو إخوة لأب أو إخوة لأم، ففي هذه الحالة ليس للأم إلا السدس. وقوله إخوة ليبين أن المراد اثنان فأكثر، إخوة جمع يراد به الاثنان فأكثر، أما إن كان أخا واحدا فإنه لا يحجب الأم من الثلث إلى السدس. قال الله عز وجل: من بعد وصية يوصي بها أو دين. يعني هذه القسمة لأولادكم وآبائكم بعد أن تنتهوا من شيئين: قضاء الديون التي على الميت، وأيضا العمل بالوصية التي وصى بها الميت وهي من ثلث ماله، يعني الثلث فأقل بحسب ما أوصى به، أما ما زاد على الثلث فليس حقا للميت، وإنما هو حق للورثة، إن أذنوا فلهم ذلك وإن لم يأذنوا فالمال ماله. وهنا يأتي السؤال: أيهما أهم وأولى بالتقديم، الدين أو الوصية؟ الدين. إذن فلماذا قدم الوصية؟ يأتي الجواب هنا، وهو أن الوصية قدمت لأن الناس يهملونها، فراعى الله حقها وقدمها. الوصية أحيانا ما تجد أحد يطالب بها، أما الدين فله من يطالب به. افترض أنه وصى لهذا المسجد ببيت، هل سيأتي المسجد ويطالب بالبيت؟ ما يطالب بالبيت، فالله عز وجل قدم حق الضعيف. ألم نقل لكم من هذه سورة الضعفاء؟ فالوصية أضعف من الدين، فقدم حق الدين الوصية لأنها أضعف من الدين، فالدين له من يطالب به، والوصية في الغالب ليس لها من يطالب بها، وأكثر الوصايا يا إخواني لا تنفذ، واسألوا القضاة عن ذلك. قال: من بعد وصية يوصي بها أو دين، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. قوله آباؤكم وأبناؤكم، هذه الآية هي في بيان ميراث الأبناء والآباء اللي يسمون الأصول، أصولك من جئت منهم، وفروعك من ينتجون منك، هذه الآية في بيان ميراثهم الآباء والأبناء. لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، كان العرب يورثون بناء على المنفعة، من هو الذي يكسب الرزق، من هو الذي دافع عن العشيرة، فالله عز وجل يقول: ما تدرون أيها الناس من هو الأقرب لكم نفعا، إذن فاستسلموا لوصية الله عز وجل وخذوا بها، وإياكم أن تعرضوا عنها، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما، علمه مقرون بالحكمة وحكمته مقرونة بالعلم، لأننا نجد من الخلق من يكون حكيما لكن ما عنده علم، ونجد من الخلق من يكون عليما ولكن ليس عنده حكمة، فالله عز وجل علمه مقرون بالحكمة وحكمته مقرونة بالعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها، ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم. متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية. تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق، وبيده الخير كله، وعنده خزائن السماوات والأرض، فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك.